بقرب المسجد الكبير وسط مدينة السليمانية يتجمع بعض الرجال الذين تتدلى من أيديهم سبحا طويلة تم صناعتها بطريقة كردية بحتة ومن نبات القزوان المنتشر في جبال كردستان. يذهب بعض الأفراد إلى الجبال ويحصلون على حبات القزوان المناسبة والصالحة ثم يقومون بتنظيفها جيدا ويعملون ثقب داخل كل حبة ويقومون بربطها لتصبح سبحة طويلة تتراوح عدد حبات القزوان داخل السبحة بين 33 إلى 220 حبة. حبات القزوان هذه تقطع مرحلة جلب وتصنيع طويلة قبل أن تجد مكانها في أيدي الرجال والنساء وخاصة كبار السن. تختلف أسباب حملها بين التسبيح وذكر الله وصولا إلى استخدامها كإكسسوار أو للتسلية. هناك أنواع مختلفة من السبح المصنوعة من القزوان، منها ذات الحبة الكبيرة وذات الصغيرة، ومنها الأصلي والمقلد. وعلى اختلاف أنواعها تتراوح أسعار السبح حسب نوعها، والأغلى نوع هو الأبلق لأنه مع كثرة استعماله يعطي بريقا يوما بعد يوم. وعلى الرغم من اختلاف استعمال السبح بين الأمور الدينية والكمالية، لكن أغلب الكردستانيين يتفقون على أن اقتناء السبحة هي أحد الظواهر التراثية موروث تناقلته الأجيال حتى أصبحت جزءا من الفلكلور الكردستاني. لقناة زاغروس هبل آني السليمانية.